يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله بسبب إيمانهم وصلاح أعمالهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار. وأخبر الله فيها أن نعيم الجنة غير مقطوع عن أهلها. سؤال الحلقة: اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة.